السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نناقش فيها ابعاد ومخاطر استمرار وصول السلاح لميليشيات الحوثي الانقلابيه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن بحريتها صادرت شحنة أسلحة إيرانية الصنع في بحر العرب في التاسع من فبراير الجاري، ولم توضح القيادة الأمريكية هوية الزورق أو جهته، غير أنها أشارت في بيان لها إلى أن كثيرا من الأسلحة المصادرة مطابقة لتلك التي صادرتها في بحر العرب في نوفمبر الماضي، وكانت متجهة للحوثيين في اليمن. وأضافت البحرية الأمريكية أن الأسلحة المصادرة تشمل أكثر من 150 صاروخا مضادا للدبابات، فضلا عن 3 صواريخ أرض جو، بالإضافة إلى أجهزة تصوير حراري ومكونات لعتاد بحري وجوي مسير. من جانبها جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات رادعة على إيران بسبب استمرارها في تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي. وقال وزير الإعلام عمر الإرياني إن سفينة الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها البحرية الأمريكية في بحر العرب تشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين. واتهم الإرياني اتهم طهران بلعب دور رئيسي في استمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة وإجهاض جهود حل الأزمة سلميا. إذن ما الذي يعنيه استمرار تدفق السلاح الإيراني إلى اليمن في ظل الرقابة العسكرية الجوية والبحرية من قبل التحالف؟ وكيف يمكن الحد من عمليات تهريب السلاح للإنقلابيين؟ هذه التساؤلات وغيرها نناقشها مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. لم يصل إلى وجهته، لكن البحرية الأمريكية كشفت عن هويته. مركب شراعي ضبط في بحر العرب، حمولته شحنة أسلحة إيرانية الصنع. وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية، فإن هذه الأسلحة كان من المرجح وصولها إلى ميليشيا الحوثي. ففي 9 فبراير الجاري اكتشفت سفينة نورماندي التابعة للبحرية الأمريكية مخبأ كبيرا للأسلحة داخل مركب شراعي أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري. وبحسب بيان القيادة الأمريكية، فإن المضبوطات تشمل 150 صاروخا مضادا للدبابات، وهي نسخ إيرانية من صواريخ كورنيت الروسية، بالإضافة إلى 3 صواريخ أرض جو ومناظير أسلحة تصوير حراري وذخائر أخرى. البيان الأمريكي أكد أن أنظمة الأسلحة المضبوطة تتطابق مع مكونات أسلحة سابقة إيرانية الصنع استولت عليها مدمرة الصواريخ الأمريكية في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019، كانت موجهة لدعم الحوثيين. وسبق أن ضبطت البحرية الأمريكية في بداية ديسمبر 2019 مخبأ للأسلحة والصواريخ قبالة ساحل اليمن كانت في طريقها للحوثيين. واشنطن اعتبرت شحنة الأسلحة في بحر العرب بمثابة دليل إضافي على انتهاك طهران لقرار مجلس الأمن، والذي يحظر الإمداد المباشر وغير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها للحوثيين. لكن واشنطن لم تشر إلى اتخاذ أي عقوبات محتملة على إيران، أو على الأقل التهديد بوقف مشاوراتها مع ميليشيا الحوثي التي تعقد بين الحين والآخر في العاصمة العمانية مسقط. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي. سينضم إلينا من مدينة أبها السعودية الكاتب والمحلل السياسي سلمان عسكر، وسينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي اليمني عبد العزيز الهداشي. مرحبا بضيفي، وأبدأ مع ضيفي سيد سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سلمان. يعني نتحدث اليوم عن شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأمريكية مؤخرا، والتي كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي. يعني نتساءل هنا، ما الذي يعنيه استمرار تدفق وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين؟ بداية أحييك عزيزي وأحيي ضيفك من الرياض وأحيي السادة المشاهدين. أهلا بك. أجيب على سؤالك يعني بالإجابة التي هي واقع فعلي، أنه لم يكن هناك يوم من الأيام تم هناك توقف للتهريب الأسلحة الإيرانية. الإيرانيين منذ أكثر من 10 سنوات يهربون الأسلحة والمتفجرات والصواريخ والألغام
وأيضا الكتب الطائفية وغيرها من وسائل الدمار إلى اليمن. حولوا اليمن خلال السنوات العشر القريبة الماضية وحتى اليوم إلى حقل متفجرات. زرعوا القنابل، زرعوا الألغام في الأراضي الزراعية، في الممرات، في الطرق، في كل مكان في اليمن. اليمن الآن هو البلد الوحيد في العالم الذي يحتوي على كم هائل وكبير وضخم من الأسلحة والمتفجرات التي قدمتها إيران إلى اليمنيين كهدية سرية في السابق وأصبحت الآن على العلن والمكشوف. ما يجب الإشارة إليه أن هذه أن هذا القارب الذي تمكنت البحرية الأمريكية من القبض عليه هو مجرد قارب وحيد من جملة قوارب تجاوزت تقريبا 74 قارب إيراني تعمل في محيط بحر العرب لنقل الأسلحة والمتفجرات إلى المناطق الخارج البحرية. من الواضح عزيزي أن هناك بصراحة حدود بحرية طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلو متر، السيطرة عليها صعبة جدا، ولكن المفترض أن تكون هناك عقوبات دولية ضد إيران. يعني كل العالم الآن من كان ينكر في الماضي هذه الشحنة التي تم القبض عليها إيرانية الصنع، الحمد لله ليست المملكة العربية السعودية التي قبض، وليست التي تكلمت، وليست دولة الإمارات العربية، وليست دولة عربية، وليس حتى يمنية اليمن، أمريكا التي قبضت ووجدت أن هذه البضاعة تحمل الصناعة الإيرانية. إذن المشروع الإيراني سيد سلمان، المشروع الإيراني يعني ربما يستهدف السعودية أكثر من كونه يستهدف اليمن وأي بلد آخر، وبالتالي يعني نتساءل هنا يعني الأسلحة ما زالت تصل إلى اليمن، و يعني التحالف يتحدث عن أنه مسيطر على جميع المنافذ البحرية وغيرها، يعني يعقل 5 سنوات وما زالت الأسلحة تتدفق، ومبرر أن الشريط الساحلي يمتد إلى مسافات طويلة، ربما هذا الأمر يفترض أن قد أو أنه قد تم ترتيبه منذ 5 سنوات مضت، يعني ألا يعني شيء معيب يعني أن الأسلحة ما زالت تصل وتستخدم ضد اليمنيين وضد السعودية في ذات الوقت. لا ليس معيبا سيدي، هناك دول عظمى ولا أريد أن أذكرها بالأسماء لها حدود بحرية لا تتجاوز بعضها 300 أو 400 متر، لم تستطع السيطرة على الحدود البحرية، ولذا نرى عمليات التهريب سواء كانت المجهولين أو دخول الأسلحة أو غيرها من المهربات وارد، هذا على مستوى عالمي، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الكلام، فما بالك بدولة حدودها البحرية التي تمتد لأكثر من 2000 كيلو تعيش اضطرابات داخلية، هناك تجار يعيشون في هذه الفترة أو منذ 5 سنوات على عمليات التهريب، هناك أناس يملكون مهارات كبيرة في التهريب، لعلي أستعرض لك سيدي منهم بعض الأسماء، فارس مناع المعروف دوليا ليس في اليمن، ومختار الخولاني وعبد الرحمن حسام وغيره من الأسماء. هذه القائمة التي أحضرت فترة من الفترات إلى لبنان ثم من لبنان إلى إيران، ودرب قرابة 31 شخص من مهربي الأسلحة والمخدرات خلال السنوات الماضية أيام فترة الرئيس علي عبد الله صالح الله يرحمه، كان هؤلاء من أخطر المهربين على مستوى العالم. عندما أقول لك على مستوى العالم هي معروفين، يعني هذه الأسماء معروفة، ولكن سيد سلمان يعني هناك يعني كما يبدو أن الأسلحة الواصلة هي أكثر بكثير من الأسلحة التي تعلن عنها سواء البحرية الأمريكية أو بحرية التحالف، يعني هذا هو الشيء البسيط الذي يتم إيقافه، بينما هناك أسلحة تتدفق بشكل دائم، وبالتالي ما زالت المعركة تغذى و تمول بأسلحة بشكل أكبر. سأعود إليك سيد سلمان وسنناقش الكثير من النقاط، ولكن دعني أرحب بضيفي المحلل السياسي معنا من الرياضة سيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز مساء الخير. سعد الله مساءك وتحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد العزيز. نتحدث اليوم عن يعني مشكلة تهريب الأسلحة المستمرة للحوثيين، وخصوصا بعد أن ضبطت البحرية الأمريكية شحنة مؤخرا تحمل يعني العديد من الأسلحة المتنوعة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، يعني كيف تستطيع إيران اختراق رقابة التحالف في توصيل السلاح للحوثيين بشكل دائم ومستمر؟
دعني انتقل لك الى مكان اخر في العالم. بالنسبه للاختراق هذا امر وارد جدا. لو اخذت قطاع غزه مثلا على سبيل المثال، ساحل غزه لا يزيد عن 30 كيلو متر، وهذا بحره، واما برن فهو لا يزيد الشريط عن 50 كيلو متر، يعني حدود مع مصر. ورغم هذا كله يعني من يريد ان يحصل على السلاح فهو يحصل عليه. وللمهربين طرق ووسائل كثيره جدا. بالنسبه للطرق التهريب التقليديه في اليمن، السلاح الى اليمن، لدينا قطاع التقرير الاممي الاخير الذي صدر قبل ايام قال ان التهريب يتم عبر السواحل الجنوبيه. لم يدخل البحر الاحمر في بطاقه التهريب، وان كان يتم التهريب منه، لكن الافضل هو السواحل الجنوبيه كونه الاقرب الى ايران، ليس الا. اولا القطاع الساحلي من المهره حتى حضرموت، ثم القطاع الساحلي من حضرموت حتى شبوه، ثم من شبوه حتى ابيان. من ابيان اعتقد انه لا يتم التهريب حتى الحديده، نتيجه هناك كثافه سكانيه وكثافه في القوات المتواجده جميع الاطراف. بالاضافه الى انه من الحديده حتى ميدي تحت سيطره الحوثي الساحل هذا. لكن السواحل الجنوبيه هي الاقرب للتهريب، وخصوصا من المهره حتى ابيان، كون هذه المنطقة يعني ليست كثيفة السكان، لا توجد قوات ساحلية بشكل كبير في هذه المنطقة، وبالتالي يتم التهريب عبرها ومن خلالها، ثم عبر الطرق البرية وهي طرق غير مباشرة. يعني المهربين يعني لا يقومون بالتهريب بشكل عبر طرق رئيسية، وإنما عبر طرق فرعية ملتوية، ويشترك في العملية عشرات المهربين. عودة إلى طريقة التهريب، التهريب هي عبارة عن أي سفينة تجارية سواء كانت إيرانية أو منها، يعني خلينا نأخذ الموضوع، أي سفينة تجارية في أرض البحر لا يحق لأي لا 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 أي قد تحمل علم إيران أو قد تحمل علم إن شاء الله علم دولة أو أي علم آخر، يتم تهريب القطع الأسلحة سواء كانت أسلحة الكورنت هذه المضادة للدروع أو قطع الصواريخ المجنحة والبالستية. يتم تهريبها في سفن تجارية عادية، ثم يتم إنزال هذه في عرض البحر، يتم إنزالها إلى قوارب صيد صغيرة جدا، ثم يتم تجميعها إلى الساحل، ثم من الساحل عبر طرق ملتوية. لا أعتقد أن قوة في العالم، خذ المكسيك على سبيل لا أفضل الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع إيقاف عملية التهريب من المكسيك الى الولايات المتحده، ورغم الكاميرات الحراريه، رغم انه بناء جدار فاصل مع المكسيك، لم يتوقف تهريب المخدرات او تهريب السلاح او حتى البشر الذين يهربون من العمل في الولايات المتحده الامريكيه. لا يستطيع اي جهاز في العالم، لكن هو كيف نقلل من عمليات التهريب؟ ليس الا ان تقليل عمليات التهريب عندما تدخل الاسلحه الى البر، يعني تجاوز الحين منطقه البحر ننتقل الى منطقه البر، هذا تريد قوه كبيره وعمليات استخبارات كبيره، وبشرط ان يكونوا من يقوم في هذه القوه يكون حالتهم الماديه جيده، تكون رواتبهم متوفره، بحيث انهم لا يكونوا في حاجه الى المال عندما يقيم العقل، الحوثي يدفع فلوس كثير حتى يصل الى المناطق فيه. الارجع عندي انها تمر اما عبر حضرموت الى عبر الطرق الصحراويه الى الجو، أو عبر شبوة ومنها إلى البيضاء. هذه الاحترازات سيد عبد العزيز، هل التحالف والشرعية عملا على يعني العمل على الحد من عمليات التهريب؟ يعني أنت كما قلت أن التهريب هو شيء وارد، يعني الدول الكبرى لم تستطع التحكم بهذا الأمر، ولكن الحد قدر المستطاع، هل عملوا على هذا الشيء؟ هل يعني أوجدوا قوات بالفعل تعمل بشكل دائم على مناطق يعني محتملة أنها يعني تتم فيها عمليات تهريب، وهناك رقابة أيضا على الجنود من حيث أنهم لا يستقبلون مبالغ مالية بحيث أنهم يسمحوا بمرور أسلحة وما شابه؟ لا بد أن يكون في الطرف الآخر طرف ضعيف نفس، يعني في النقاط البرية القضية الإيصال إلى السواحل سهلة جدا، يعني لا يمكن انك يعني تمنحها، خصوصا انهم بيستخدموا قوارب صيد عاديه، يعني لا يمكن تفتش كل قوارب الصيد،
ولا تحتاج الى قوه عظمى من خبر السواحل لتفتيش هذه لتفتيش القوارب الصيد، لكن في البر ممكن محاصرتها والتقليل منها. انا سبق ان قلت لك يعني عندك يعني مجندين او جنود تابعين للشرعيه او لاي او لاي قوات من القوات المتواجده المضاده الحوثي له 8 شهور او 9 شهور لم يستلم راتبه. فعندما يمر الحوثي والرجل في حاله عوز والرجل في هناك لابد ما تحصل ضعف نفوس. والعمليه التهريبيه عمليه منسقه متكامله تبدا من الانزال الى القارب الشراعي وانتهاء الى ان تصل الى مناطق الحوثي ما في البيضاء. جميل جميل، ابقى معي ابقى معي سيد عبد العزيز. اتوقع نعم. لحظه اتوقع الساحل الغربي انه ليس في تهريب بنفس الكميه، لكنه وارد. لا تنسى ان المنطقه المفتوحه من الحديده حتى ميدي هذا السواحل تابعه للحوثي، وفي حاله الانزال فيها ما فيش مشكله كون الساحل والبر تابع للحوثي، وبالتالي من السهوله ايصال السلاح، يعني ما فيش حاجه تحد منها. قضيه انا قلت لك هناك الاف القوارب والزوارق او ربما عشرات الالوف من الصيادين الذين يعملون في زوارق صغيره، في من خلال الزوارق الصغيره هذه يتم التهريب. لا تنسى ان القارب الشراعي هذا الذي ذكرت امريكا انها القت انها استولت عليه وجلس الاسلحه كان محمل بشحنه صغيره، يعني 150 صارخ كورنت، يعني حجما الحجم حقه صغير جدا. وبالتالي القارب الشراعي هذا سوف يوزع المرحله الثانيه يوزع على قوارب اصغر من 10 صواريخ 10 صواريخ او 20 صاروخ، وبالتالي يصعب مهمه المحاصره البحريه في هذا الجانب. انا قلت لك هناك مئات السفن او الاف السفن بيعبر يعني موجوده في بحر العرب والمحيط الهندي وقادمه من الخليج، وبالتالي فوق اي سفينه تجاريه يتم التهريب. وليس شرط ان تاتي من ايران مباشره، قد ربما تاتي من مناطق خاضعه للنفوذ الايراني. نعم. اذا ابقى معي سيد عبد العزيز، ساعود اليك، اذهب لضيفي السيد سلمان. يعني سيد سلمان، لو تابعنا مؤخرا يعني التطور الحوثي في مسألة الأسلحة هو واضح، يعني هناك استخدام مكثف للطيران الذي يتم التحكم فيه عن بعد، وأيضا الصواريخ الأرض جو، وأيضا الكثير من التقنيات التي باتوا يمتلكونها اليوم ولم تكن متواجدة في السنوات الأولى للحرب، وهذا دليل على أن عمليات التهريب يعني تعمل بكثافة والأسلحة تصل بشكل كثيف. يعني كيف يفهم هذا الأمر؟ قبل عمليات التهريب التي تقوم بها إيران عملية تواطؤ عالمي، هناك عملية بصراحة تواطؤ عالمية، هناك أمم متحدة تعمل بخبث مع إيران أو تعمل من تحت الطاولة مع إيران. لن تنجح ولن يكون في يوم من الأيام أن تنجح إيران هذه العمليات من التهريب وهذا التحدي للمجتمع الدولي إلا بغطاء أممي وبغطاء دولي لحمايتها وتسهيل مهمتها. أكبر المصائب عزيزي هو وجود سفينة سافيز الإيرانية التي لا تزال في البحر من أكثر من 3 سنوات، تارة تحت سفينة تجارية وتارة أخرى سفينة لحماية الصيادين وتارة أخرى لحماية المضيق والملاحة البحرية، بينما هذه السفينة تحمل أحدث أجهزة الاتصال والتقنية، عليها قوارب للتهديد مجهزة للإبحار في أي وقت عسكرية، لديها تواصل، لديها خدمات، لديها يعني نقطة عمليات أو معنى عمليات إيرانية في البحر الأحمر لخدمة هذه القوارب التي تقوم بعمليات التهريب. نعم. إذن التحالف يسيطر على المياه الإقليمية التي متواجدة فيها هذه السفينة، لماذا لم يعني يحسم أمر هذه السفينة بأن تغادر أو أن يعني يحل هذه القضية تماما؟ يعني هنا الحديث طويل حول هذه السفينة، والمواطنون اليمنيون والصيادون يشكون منها بشكل دائم، أيضا إلى عملياتها المشبوهة التي تتحدث عنها. أين دور التحالف والشرعية؟ أين دورة المجتمع الدولي قبل التحالف؟ يجب هم مسؤولون عن القضية بشكل رئيسي، هم في مواجهة مفتوحة مع إيران وأنصارها في اليمن، ليس المجتمع الدولي. دعني أجيبك. التحالف العربي أتى في رسالة واضحة وصريحة وهي استعادة الشرعية في اليمن. التحالف العربي قام بحماية الملاحة
البحرية اجتهادا منه شخصيا من التحالف العربي، بينما هذا الأمر هو مسؤولية المجتمع الدولي وهو مسؤولية الأمم المتحدة تحديدا. التحالف العربي قام بحماية كثير وإنقاذ عدد كبير من السفن التي كادت القراصنة الحوثيين وأتباعهم الإيرانيين أن يسيطروا عليها، ورغم هذا وذاك ليس من مسؤولية التحالف. كيف يا سيدي ليس من مسؤولية التحالف؟ يا سيد سلمان، هناك حتى تقارير، تتحدث بأن الطيران المسير الذي يستهدف السعودية بين فترة وأخرى هو يدار من على هذه السفينة. بعض التقارير تتحدث بهذا الشيء، يعني هنا الخطر أصبح مباشر، يعني كيف نحمل المجتمع الدولي؟ أنا بصراحة ليس لدي معلومات عن مواقع أو أماكن إطلاق هذه الطائرات المسيرة، ولكن في الأخير هذه الطائرات المسيرة أو هذه الصواريخ أو هذه المتفجرات هي لا تهدد أمن المملكة العربية السعودية فحسب، بل هي تحديد شرس ضد المجتمع الدولي. سيدي العزيز، الألغام الأرضية التي تزرع في الأرض أليس لديها قانون يحذرها ويمنعها دوليا أم لا؟ المجتمع الدولي هناك مادة تنص على تحريمها دوليا، لماذا الحوثيين يرسلونها ليلا ونهارا؟ قبل بضعة أشهر إذا كانت القوات البحرية الأمريكية استطاعت أن تقبض على هذا القارب، كنت أتمنى أنها قبضت على أحد القوارب الذي كان يحمل عددا ضخما جدا من الألغام البحرية الحديثة التي وصلت إلى الحوثيين. يا أخي لماذا كل شيء نبني على التحالف؟ دعنا نتكلم، أين المجتمع الدولي؟ أين الأمم المتحدة؟ إذا كان قنوات التهريب لهذه الأسلحة للحوثيين تصل ليس عبر المنفذ البحري يا سيدي، أيضا تصل عبر منفذ شحن، منفذ المهرة، البحر، عن طريق طائرة الأمم المتحدة التي تدعي هبوطها في صنعاء من أجل تقريب وجهات النظر، بينما هي تقوم هو يا سيد سلمان، يعني عندما يتم الحديث عن المجتمع الدولي، المجتمع الدولي هو عبارة عن بيانات وقرارات، وبالتالي لا يوجد شيء يطبق على الأرض بالمعظم، يعني لكن نتحدث نحن عن التحالف عندما نحمله المسؤولية ونتحدث عن التحالف، لا نتحدث عن طرف محايد، نحن نتحدث عن طرف أصيل في الحرب، وهنا مواجهة مفتوحة صارت من 5 سنوات ما بينه وبين الحوثيين أنصار إيران. يعني كيف عندما تقول أنه يجب مخاطبة المجتمع الدولي ولا نحمل مسؤولية التحالف؟ التحالف طرف أساسي ومسؤول في الأمر. صحيح، لو لم تكن إيران ضالعة فيما يحدث الآن في اليمن لما كان هناك تحالف، ولكانت اليمن مستقرة وعايشة في أمن واستقرار. أسباب كل ما يحدث الآن والذي استدعى تدخل التحالف العربي هي إيران. طيب لماذا لا نقطع الشر؟ لماذا لا يتخذ قرار ضد إيران؟ لماذا عندما دخلت العراق إلى الكويت تحرك المجتمع الدولي وأخرج العراق من الكويت؟ لماذا؟ لأن هناك مجتمع دولي لا يرضى ظلم. طيب الآن ما يحدث من إيران في اليمن أليس ظلم؟ أليس قهر؟ لماذا لا نجد من الأمم المتحدة إلا إنكارا وشجبا فقط؟ يا سيدي أنا أتكلم وأنا مسؤول عن كلامي. الأمم المتحدة بكل مبعوثيها إلى اليمن كانوا متواطئين ولا زالوا، وكانت طائرة الأمم المتحدة تنقل. نحن نتحدث الآن عن تهريب أسلحة، تهريب الأسلحة والمخدرات في العرف العالمي أمر جائز. إذا كانت أمريكا قبضت على هذا القارب فهناك أكثر من 73 قارب وصلت إلى الحوثيين، هذا أمر طبيعي، ولكن من الدهاء الإيراني والخبز الإيراني أنها قامت بنقل أيضا أشخاص، وهذا خطر على المجتمع الدولي واختراق للمجتمع الدولي. قامت بنقل أشخاص من اليمن وبجوازات مزورة ومرورا بدول ذات حصانة إلى دول أخرى. إذا إيران تعبث هنا، تعبث في البحر، تعبث في الأشخاص، تعبث. إذا إيران من الأخير وضحت الصورة، دولي لحمايتها. نعم، وضحت الصورة سيد سلمان، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي سلمان عسكر، كنت معنا من مدينة أبها السعودية. أعود لضيفي المحلل السياسي سيد عبد العزيز الهداشي، ونتساءل هنا سيد عبد العزيز، إلى أي مدى يتحمل التحالف والشرعية مسؤولية حول عمليات التهريب التي يعني ازدادت بشكل كبير مؤخرا، وأصبح يعني الحوثيون يعتمدون على الأسلحة الواصلة بشكل أساسي، وهناك تأثير واضح لهذه الأسلحة في سير المعركة؟ قبل أن أجيب على هذا، يعني الصواريخ الصواريخ الكوري وهذا له أثر فعال جدا في تدمير الدروع والأطنوم التابعة للشرعية أو تدمير القوات المناوعة للحوثي، وأصابات دقيقة تصل إلى نسبة 80% إلى 90% مما يستهدفين بر أو طقم. هذه أسلحة نوعية فارقة في المعارك الداخلية.
لا طبعا بتتحمل التحالف العربي ولا يتحمل حمايه البحر ولا الشرعيه مفروضه في المناطق الداخليه القوات المناهضه للحوثي بمختلف مسمياتها شرعيه مجلس انتقالي مقاومه وطنيه مقاومه تهاميه بمختلف المسميات هذا يفترض انها يعني من توقف عمليه التهريب هذا هذا جانب ما تقوم به ايران هو امر طبيعي ان تدعم حليفها وهي متحالفه معه رسميا وما تقوم به وما يقوم به الحوثي هو ايضا امر طبيعي هو يسعى للحصول على سلاح هذا شيء طبيعي في الحرب اي سلاح ما يهم شيء وبالتالي المسؤوليه تقع على عاتق التحالف العربي في حمايه السواحل قدر الامكان وفي حمايه وعلى الشرعيه داخل او القوات المناوله الكوكتي لهذا المناور الحوثي القبض عليه بريا يعني او طيب سيد عبد العزيز هنا تساؤل اخير يعني هنا تساؤل اخير البعض يرى يعني انه بالكم الكبير من عمليات التهريب الحاصله يعني يرى بأن الأمر لم يعد مسألة تعذر في مسألة كبر الشريط الساحلي وعدم قدرة التحالف كونه مرت 5 سنوات يعني هناك يفترض أنه قد تم تشكيل قوة بحرية هائلة لحماية هذه الحدود البحرية ولكن البعض يرجح بأن يكون التحالف بالأساس مخترق من الداخل وبالتالي تتم عمليات التهريب بكل سهولة وبتواطؤ أيضا ويصل السلاح إلى الحوثيين لأغراض معينة كيف تنظر لهذا الطرح؟ لا أعتقد أن السعوديات من مصلحتها لأي سبب مهما بين خلافها مع هذا الطرف أو ذاك ليس من مصلحة السعودية خصوصا أنها متضرر رسميا أن يصل السلاح إلى الحوثيين نحن لم نقل حسب هذا الكلام أن السعودية نحن نتحدث عن تحالف التحالف مخترق من الداخل ليس بالشرط أن يكون السعودية نفسها التحالف قبل 5 سنوات كانت فيه دول كثيرة الآن هي بقيت يعني رسميا وعمليا وفعليا بقيت دولتين وحتى الإمارات في طريقها إلى الانزواء يعني من التحالف هو إحنا والسعودية الذي في مركب واحد الباقي ما يهمهم شيء كونهم غير متضررين من وصول الأسلحة النوعية إلى الحوثي طيب. يعني أي طرف آخر المقصود هنا الباقين الذين أشرت إليهم الباقين هم المقصودين في الأمر ألا يعتقد أو يعني طرح كهذا أن التحالف أيضا مخترق فيما يتعلق بحماية الحدود وبالتالي هناك طرف يلعب على مسألة تمرير الأسلحة للداخل ووصولها إلى الحوثيين تشي تقول الامارات يعني انا اقول لك بالمفتوح انت عاوز تقول الامارات اقول لك لن تجرؤ الامارات او غير الامارات على تهريب السلاح الحوثي اقول لك كذا لن تجرؤ خوفا من السعوديه بالدرجه الاولى الان لان الحوثي بيهدد الامن القومي السعودي والسعوديه لن تهادن او تهاون لن تهادن او تسمح بتهديد امنها القومي لا تنسى ان الضربات اللي في دبي كانت ضربات قويه جدا وعنيفه وبالتالي لن تجرؤ الامارات او غير الامارات على المشاركه في تهريب السلاح للحوثي، هذا انا متاكد منه، لكن قضيه القبضه البحريه او كميه الزوارق البحريه او كميه القوات البحريه المشاركه يعني في البحر اعتقد انه لا تستطيع اي دوله ان تحد من هذا الامر، الموضوع الاخر الاخطر هو البري ممكن خنقهم في شبوة ممكن خنقهم في المناطق البرية هذا هو المنطقة الأخطر كون التهريب في البحر يعني في العالم كله عادة مهربين المخدرات بيهربوا من البحر أي تهريب لكن عادة يتم القبض على البر أولا للحد من هذا دفع رواتب الجنود يعني واحد له 8 شهور بدون راتب وبدون أكل وأولاده لا يجدون حق الحليب أو حق الدواء ويعاني الجوع وتمر من عنده شحنة أسلحة ويعرض عليه مبلغ 100,000 أو 50,000 دولار ولا 10,000 دولار يعني ضايب يضعف الإنسان نحن لا نتكلم بعواطف هذا منطق دفع رواتب الموظفين تفعيل خفر السواحل هم أهم من السفن في عرض البحر كون حتى ما تقدر شيء تفتش كل الزوارق في البحر لكن اذا في خبر سواحل تقدر تراقب جميع الزوارق المتجهه الى البحر او القادمه من البحر تفعيل خبر السواحل رفع العدد
توزيع الكتائب كل مسافة جميل. معينة جميل. أو السرايا في كل مسافة معينة على البحر. جميل، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد العزيز الهداشي، محلل سياسي يمني، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض. وفي الختام أشكر أيضا ضيفي المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر، كان معنا من مدينة أبها السعودية، وتقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.